نبدأ أول يوم النهاردة في المؤتمر. معنا ضياء الحق نبيل، مدرس مساعد في كلية هندسة جامعة القاهرة. احنا بس عملنا تبديل، ضياء هيبدأ مكان الدكتور الطيب. اتفضل يا دكتور، معاك تلت ساعة وعشر دقايق أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا يعني الحاجة اللي أنا هتكلم عنها تخص فعلا الايروسبيس ابلكيشن. يعني بحاول دلوقتي بتكلم على الايروسبيس ابلكيشن للبلازما، فهنتكلم دلوقتي ازاي نعمل بيها فلو كنترول. أول حاجة الايروديناميك بلازما اكتويتور، الايروديناميك بلازما اكتويتورز سبلايد باي داي الكتريك بارير ديسشارجر كان يوزد فور اكتيف فلو كنترول. يبقى احنا هنستخدم اللي هو الداي الكتريك بارير ديسشارجر دي بي دي. يوزوالي السينوسويدال فولتج بيستخدم فرق جهد من 5 الى 50 كيلو فولت، وبيستخدم فريكوانسيز من 100 من 1 الى 100 كيلو هرتز. ار يوز ار يوتيلايز تو اجنايت ذيس بلازما توبرج. يعني هو هو ده الجهد اللي هو شغال بيه، وفي نفس الوقت دي الايه الفريكوانسي اللي هو يشتغل بيها برضه، بحيث يقدر يطبق هذا الايه اللي هو بعد كده. The surface discharge produced by these devices is able to accelerate the flow field by means of electro-hydraulic interaction. يعني حركة البلازما هتعمل حاجة اسمها electro-hydrodynamic interaction، وده can induce speeds up to 10 meter per second. يعني بالتالي هيقدر يحرك الفلو بسرعه تصل الى 10 متر بير سكند. بعد كده دير يوز اوفر اير فويلز، بيقدر يستخدم الحكايه دي اوفر اير فويلز. وبالتالي بيقدر اعتقد 10 كيلو متر. ممكن الحقيقه يعني اراجع تاني عليها، ما فيش مشكله. يوز اوفر اير فويلز فلابس اند بليدز، بيقدر يستخدمها على اي اير داينامكس سيرفيسز، ان هو بيقدر تو بريفنت فلو سيبريشن، بيقدر يزود ليفت وبيقدر يقلل دراج. الستاندرد داي الكتريك بارير ديسشارجر دي 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 اكتويتور، ده اللي هو الشكل الايه التقليدي، وهو ده اللي احنا هنشتغل بيه. اللي هو في عندي اكتيف الكترود شغال على اي سي فولتج، وعندي جراوند الكترود ده وفي داي الكتريك، وزي ما قلنا اللي هو شغال من 5 الى 50 كيلو فولت، وكذلك الهرتز من 1 الى 100 كيلو هرتز. الظاهرة اللي عندي هنا بلازما ايروديناميك اكتويتر ار بيز اون ذا الكترو هيدروديناميك انتراكشن ابلاين هاي الكتريك فيلد، اللي هو جاي من الاكتيف الكترود، كان لوكالي ايونايز ذا اير ذا بروديوسد هيفي تشارجد ار اكسلريتد اكسلريتد باي ذا ابلايد الكتريك فيلد. في عندي الكتريك فيلد ما بين التو الكترودز دول، and by means of collisions they yield momentum of the surrounding air, the induced air flow called ionic wind
اللي هي اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه ده بيبدا يعمل مومنتم في هذا الاتجاه، وبالتالي بيقدر يعمل الظاهره اللي احنا بنتكلم عنها ان هو ازاي بيعمل اكتيف فلو كنترول. ده برضو الشكل بس بفيو اخر اللي هو الاكسبوزد الكترود والثاني انكابسوليتد الكترود، ودي داي الكتريك وبيعمل بيتولد حاجه اسمها انديوسد فلو. فدي اللي هي يعني اللي هو اللي هي الكتروستاتيك يعني الكتروستاتيك ويند او اللي هي اسمها الكتروستاتيك فورس اللي هي من احد يعني اساليب ازاي بنعمل فورسنج للبلازما. الوقت هتكلم على الظاهرة. يبقى احنا السلايدز اللي فاتت دي كنا بنتكلم على اللي هو الدي بي دي، لكن انا هنا هتكلم بقى على الظاهرة الفيزيائية اللي هي هتكلم على المشكلة اللي عندي، بعد كده اشوف ازاي اطبق الكونسبت اللي فات ده عليه. هتكلم بشكل عام على يعني الكاركترستيك بتاعت الاير فويل سيرفيس اللي عندي. في عندي حاجه اسمها ليفت كوفيشنت فاريز ويد انجل، يعني اختصارا كده انا عندي الويند في هذا الدايركشن افقي كده، وفي عندي الاير فويل سيرفيس مايل كده، ففي عندي الانجل اللي هي ما بين الكورد معنى اللي هو الواصل من الليدنج ايدج للتريلنج ايدج، فانا عندي الخط ده اسمه الكورد لاين، وعندي الريلاتيف ويند او يعني الريلاتيف دي معناها ان انا لو في عندي مثلا روتيتنج بليدز، لو في عندي حاجه، فانا ممكن اطبق نفس الكونسبت سواء كان ثابت مكانه او كان بيعمل روتيشن. لكن انا حاليا يعني هدرس اللي هو لو عندي ريلاتيف ويند وعندي الكورد فدي اسمها الفا. في عندي بيتولد تو ايروديناميك فورسز، في عندي ليفت فورس بتكون عموديه على الريلاتيف ويند دايركشن، في عندي دراج فورس بتكون في اتجاه الريلاتيف ويند دايركشن. ده اللي هو شكل الليفت مع الدراج مع الانجل اوف اتاك زي ما احنا شايفين عند انجل واطيه، فعندي ليفت منخفض وعندي دراج برده منخفض. لما ببدا ازود الانجل اوف اتاك بيبدا عندي ليفت بيزيد، وكذلك في عندي دراج لكن بيكون الليفت الحقيقه اعلى، لحد ما بنروح لريجون انجل عاليه قوي هيحصل حاجه اسمها الستولينج. الستولينج ده بيبقى عندي الدراج بيزيد اكسبوننشال فوق خالص، وفي حين الليفت فورس بتنزل تحت خالص. فاحنا هنشوف ازاي اعالج الظاهره اللي هي ظاهره الاستولينج. في عندي هشرح الوقت تاني اللي هو ليفت كوفيشنت والفلو انجل اوف اتاك بشكل افضل شويه. لو انا في عندي اول صوره فوق اسمها اتاتش فلو، عندي انجل الحقيقه منخفضه اللي هي هنشوف الوقت، عندي انجل اهي اللي هي ما بين الكورد وما بين الايه الفري ستريم دي الفا واحد زي ما احنا شايفين اللوكيشن بتاعها هنا. ففي عندي ليفت مثلا بمقدار كذا وعندي دراج بمقدار كذا، في حين لما اللي هي رقم 2 دي لما يبقى ابدا ازود الانجل زي ما احنا شايفين فعندي ليفت هيزيد، وكذلك في عندي دراج هيزيد برضو لكن الليفت اللي عندي اعلى. حلو كده. لما اروح بقى زي ما احنا شايفين اللي هي اخر واحده خالص الانجل هتزيد قوي هيحصل استول، وزي ما احنا شايفين اللوكيشن بتاعها هنا يبقى انا زي ما احنا شايفين هنا يبقى عندي دراج عالي جدا وعندي ليفت منخفض، فبالتالي لو في اي سيرفيس على طول السيرفيس ده هينهار. لو عندي اير بلين لو عندي اي حاجه على طول هتقوم ايه واقع على طول. والحقيقه دي ما هياش برضو حاجه وحشه على حسب التطبيق اللي احنا عايزين نعمله. لو انا لسه عايز اعمل تيك اوف مثلا، لا انا في الحاله دي بحاول بشتغل على انجل عاليه شويه بس ما تكونش طبعا سيبريتد عشان انا بكون عايز ليفت عالي. فهنا لو انا عايز اعمل بقى لاندنج، لو انا عايز افرمل اكتر، ففي الحاله دي ببدا ازود الانجل عالي جدا وبالتالي بقدر افرمل الحاجه.
حلو كده. لكن احنا حاليا زي ما قلنا هشوف ازاي، يعني الهدف ان انا اعالج الظاهره اللي عندي دي لو انا عاوز ازود ليفت بتاع الايه الايروداينامك سيرفيس اللي عندي. فهنستعمل زي ما احنا شفنا الماس ليس وول جيتس اللي هو الدي بي دي اكتويترز موديفاي فلويد فلو كاركترستيك باي جينيريتد ماس ليس وول جيت ان ذا باوندري لاير اوف ذا فلو introducing of these jets injecting momentum to the boundary layer to delay the separation and even reattach the separated flow. دي الظاهرة اللي احنا اتكلمنا عنها. اشوف الوقت ازاي اطبقها بقى ان احنا فهيبقى عندي دي الليدنج ايدج بتاعت الاير فويلز سيرفيس اللي عندي حلو كده. فاحط على السطح اكسبوزد الكترود ماشي، وبعد كده هغمر داخل السطح نفسه امبيدد الكترود. فيبقى انا عندي هنا اير وعندي هنا وفي طبعا الماتيريال نفسها تبقى داي الكتريك اللي هي بتاعه الليفتنج سيرفيس نفسه. وهو ده زي ما احنا شايفين هو ده نفس الكونسبت اللي بنتكلم اكسبوزد الكترود وامبيدد الكترود وفي عندي داي الكتريك ماتيريال. فبيعمل ايه بقى؟ تمام. هنا زي ما احنا دلوقتي شايفين لو عندي انجل مثلا بقيمه عاليه شويه وما عنديش يعني عندي بلازما اوف يعني ما عملتش اكتويشن لسه، عند نفس الانجل دي لو انا عملت اكتويشن زي ما احنا شايفين هيبقى الايه الفلو اتاتشد مش هيكون سيبريتد. هي ظهر اكتر هنا عند انجل 25 فواضح ان هي السيبريشن ريجون معناه الدراج عالي جدا وفي نفس الوقت ليفت بدا يعني ينهار. في حين لو انا شغلت الاكتويتور هنشوف هتبقى افضل. خليني اوريك الفيديو. تمام.